مساء الخير عليكم، واللقاء يتجدد وهنا مسبيرو. كل ما يدخل علينا الخريف نخشى من فكرة السحابة السوداء، ولما كنا بنتساءل عن السحابة السوداء دي ايه سببها، فاللي كان بيطلع انه ده حرق قش الرز. بقالنا كم سنة قليلة الحكاية، تكاد تكون يعني شبه بتختفي. في مجهودات كتيرة بتحصل، طالما بنتكلم على البيئة، وبالمناسبة طبعا شرم الشيخ يعني بيحتفلوا النهاردة بأنها المدينة يعني النموذجية على مستوى العالم، سواء بيئيا أو في أكثر من معيار. يعني خلينا نحلم بأنه تبقى الحكاية موجودة بشكل أوسع، سواء في القاهرة أو محافظات مصر بشكل عام. تنتشر فكرة السحابة السوداء دي كانت وقش الأرز كان في محافظات الدلتا والقاهرة الكبرى. عندنا كمان المخلفات الصلبة، هنتكلم على مخلفات البيوت، الزبالة يعني بالمعنى الأدق، كمان دي لازم يكون فيها مجهود يذكر. نتكلم على عوادم السيارات برضو، ده لأنه يعني أنت النهاردة مع التطور اللي بيحصل ده يعني لازم نتكلم على بيئة خالية تماما، لأنها مؤثرة صحيا ومؤثرة على الزراعة ومؤثرة على كل حاجة. هنتكلم على مجهودات الدولة في ده إيه، وصلنا لإيه بمنتهى الصراحة، بمنتهى الشفافية، بمنتهى المصداقية، مع الدكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئة. برحب بيك يا دكتور عصام. أهلا يا فندم، أهلا حضرتك. لا بيضة ولا سودة السنة دي، ولا إيه السحابة السوداء استمرت؟ إحنا كنا من إيه، من 99 كانت تيجي كل خريف يحصل سحابة سوداء بسبب حرق قش الأرز. إيه اللي حصل من مجهودات الدولة حصل فيها؟ وزارة البيئة تدخلت في هذا الملف كونها ممثلة لنوعية الهواء ونوعية التربة ونوعية المياه، فده من ضمن المهام أو المنديل بتاع وزارة البيئة، إن إحنا في حدود لتلوث الهواء، سواء هواء محيط أو الهواء الناتج من الصناعات. ده وزارة البيئة قالته على عاتقها من 99، كانت أول سنة تظهر ما يسمى بالسحابة السوداء. هو في ملوثات في الجو طبيعية عادية موجودة، ده البيز بتاع أي مكان، وقانون البيئة واللائحة التنفيذية حدد حدود القانون في كل غاز من الغازات الدفينة اللي هي بتسبب الاحتباس الحراري والتلوث اللي احنا بنحذر منه كله. أنواعهم إيه؟ يعني عندي خمس غازات، اللي هي غازات الكربون CO CO2 والنوكس لأكسيد النيتروجين وأكسيد الكبريت، دول أخطر حاجات مؤثرة على صحة الإنسان. مصادرهم بقى؟ مصادرهم يعني قولي قش الرز دي واحد كانت؟ لا، ده هو أحد أسباب. أحد طيب أسباب. قولي مصادرهم إيه؟ مصادرهم أما عندنا عوادم سيارات، حرق مخلفات زراعية، حرق مخلفات بلدية، عوادم السيارات، دول الأزمة الأربع حاجات اللي بيأثروا على هواء المخلفات الزراعية دي. المخلفات الزراعية وأساسا بيبقى قش الرز اللي بيبقى السبب الرئيسي فيها، والمخلفات الصلبة البلدية. الصلبة البلدية دي اللي هي مهملات البيوت، مهملات المنازل. نتيجة عدم رفع المخلفات من الأماكن المخصصة لها أو من المنازل، عدم وجود متعهدين، الأهالي بتتخلص فيها في الشارع، بتبقى قدام بيت احد المواطنين او حد بيروح يولع فيها، او النباشين الظاهره الجديده اللي ظهرت بيجي يعمل سورتنج او فرز للمخلفات، ياخد ورق، ياخد كرتون، ياخد ازاز، ويسيب بقيه الحاجه مرميه في الشارع. ده بالعكس بل بيشوه المنظر، بتبقى الاهالي رامي الكيس مربوط، هو بقى بيفتح وبيعمل ماس او بيعمل كارثه بيئيه تتسبب في حشرات في الشارع، في الشارع في نفس المكان. ده اللي احنا وزارة البيئة قالته على عقدها في جزء بتاع جهاز التنظيم وإدارة المخلفات مع وزارة التنمية المحلية، وتم إصدار قانون 202 الخاص بإدارة هذا الملف، مع وبديره محافظة التنمية المحلية ممثلة في المحافظات في كل محافظة. وزارة البيئة وضعت سياسة عامة طبعا بعد العرض على مجلس وزراء وتحول القانون وراح مجلس نواب، تم عمل هذا الملف. وزارة البيئة سواء جهاز بيئة أو جهاز مخلفات بيوضع سياسات واستراتيجيات بتنفذها الجهات المعنية. يعني احنا في سنة 2000 ما كانش عندي ما يسمى إدارات البيئة في المحافظات، ما كانش عندي ما يسمى إدارات شؤون البيئة في الجامعات،
ولا المصانع ولا المنشآت. وزارة البيئة قالت وعملت هذا الملف، أصبح عندي النهاردة ما يسمى إدارة بيئة في كل منشأة صناعية، في وزارة الصحة نفسها الإدارة المركزية لشؤون البيئة ومسؤولة عن ملفين هواء ومية معانا من ضمن الوزارات المعنية بهذا الملف، هي وزارة الصحة، البيئة، الزراعة، التنمية المحلية. دول الأربع وزارات الأساسيين المعنيين بهذا الملف ضمن 10 وزارات. واللي المفترض أن يبقى فيه تنسيق بينهم. في لجنة عليا. في لجنة عليا وزير البيئة وفقا لقرار معالي الرئيس. طيب احنا هنيجي للمخلفات الصلبة، بس خلينا طالما ابتدينا بقش الرز، يعني أكتر محافظات فيها المشكلة دي إيه؟ محافظات بعد القاهرة. لا هي مش القاهرة، هي القليوبية. 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 يعني القاهرة ما فيش زراعة. هو جوه القاهرة بس بحكم القليوبية ممنوع فيها زراعة الرز، كل الناس بتزرع مخالف نتيجة بعض السلوك الخاطئ لبعض المواطنين اللي هم أهلنا وعدم التوعية ليهم، بيقوم بالحرق بدون ما يشعر. للأسف هو بيأذي نفسه قبل ما بيأذي حد تاني، لأننا في احنا عملنا سيميوليشن أو عملنا حاجة كده بنسميها، لو أنا حرقت في المكان ده التلوث هيمشي فين وهيروح فين وفقا لاتجاهات الريح وسرعته. فبنعمل مسار بتعمله زمايلنا في إدارة نوعية البيئة، مسار هذا التلوث ومساحته بينتشر على قد إيه، ده وعودنا وصلنا لكل الناس. احنا النهاردة وأنا شغال مع حضرتك وصلنا 10,000 لقاء، أنا عندي 6 محافظات فيها 60 محور أساسي وفي 20 محور من وزارة التنمية المحلية، بندخل أي قرية بنوعي الناس الموجودة في الصلوات، بالنادي في الميكروفون في المسجد، بنخلي اللي هو إمام المسجد أو الزميل لنا لو سمح له عشان تعليمات وزارة الأوقاف مش أي حد يطلع يتكلم، وبنديله والله عايزين نقول خطورة الحرق المكشوف عموما على صحة المواطنين. الناس متخيلة ان هو مشكلة القاهرة، لا هي مشكلة مصر كلها. طب ايه اهم ست، ايه هم الست محافظات؟ انا عندي قليوبية، شرقية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، البحيرة. والصعيد لما ظهر حرق حطب القطن، حطب الدرة اللي هو الدرة الرفيعة، دخلنا معهم بقالنا 3 سنين وأصبح المحافظ بيطلع قرار منظم لأعمال اللجان في كل 7 محافظات دول 17. لكن رغم أن قش الرز ده قبل ما نروح على الصعيد، قش الرز ده في إعادة تدويره يعني يدر مبالغ على الفلاح نفسه، مش كده؟ طبعا. انتوا اشتغلتوا على المحور ده؟ احنا اشتغلنا على المحور ده من 99. اقنعتهم بايه؟ في 99 ما كانش فيه لا في حاجه اسمها كبس ولا فارم، لان كانت كميه القش كبيره وكانت متاحه وكان كل واحد محتاج قش بيخزنه والباقي بيتخلص بيه. بس كانت ساعتها وزاره الزراعه كان الرز البلدي اللي بيتم حصاده في النص الثاني من شهر اكتوبر، فكان بيبقى عندي مشكله نوبات تلوث الهواء الحاد في فترة النص الثاني من 8-9 بالكامل، جزء من أول شهر 10 دول بيبقوا اللي هم فيهم عندنا شبه سكون هوائي، ده اللي بيعمل لنا الإحساس بالسحابة السوداء. أنا عندي بيز أو عندي تلوث أساسي في المكان اللي هو موجود الطبيعي خالص، عوادم سيارات، حرق مخلفات، الناس حتى اللي بتدخن شيشة أو كده في تلوث موجود وفي بيز. مخلفات الزراعية بتيجي تزود هذا الكم، يعني لو أنا عندي مثلا 5% تلوث، قش الرز بيرفعه 10%، هيديك إحساس إن في مشكلة ما أنت شايفها، زي ما بيحصل كده لو أنا بدخن أنا وحضرتك في أوضة مغلقة أو أنا بدخن والشباك مفتوح، هو ده نفس الإحساس. يعني كأنه في احتباس يعني. في تشتيت ملوثات، هو ده الفرق، في سرعة ريح، في تشتيت ملوثات، مفيش سرعة ريح، الهواء ساكن، فبالتالي الملوثات موجودة في طبقة اللي فوق الأرض هم 200 متر الموجودين اللي هو فيهم الهواء اللي احنا بنتنفسه كلنا على الكرة الأرضية. بدأوا يعني الفلاحين ياخدوا بالهم بعد التوعية اللي انتوا عملتوها انه قش الرز ده مع الكبس والفرم ممكن يجيب لنا دخل كويس. طبعا. احنا فقلت حكاية الحرق. قلت كتير، احنا الأول كنا بنشوف مساحات أفدنة كتيرة بتتحرق ومساحات مش عارفين نسيطر عليها. وزارة البيئة لما عرضنا على مجلس الوزراء في مقترح الحل وافقنا ان احنا نشتري معدات بنوضعها في وزارة الزراعة في القطاع الزراعي الآلي او الميكنة الزراعية بالبلدي، هذه الاماكن بنأجر المعدات بسعر رمزي بعد العرض على مجلس الوزراء. يعني انا عندي النهاردة السنة دي الجرار بحيرة الارض الفدان في نص ساعة او ساعة ب 400 جنيه او 500 جنيه، انا اجار الجرار في اليوم 350 جنيه،
المكبس 300 جنيه، لان المكبس انواع، في دائري بيعمل بلا 250، في مستطيل بيعمل بلا 20 كيلو، ليهم اسعارهم حوالي 225. كل ده متوفر في موجود في الميكنه الزراعيه. الحاجه اللي احنا عملناها سنه 2006 كنا جبنا شركات كبرى تقدم لمناقصه او لمزايده ان هو يدخل يجمع قش الرز ويحاول يوديه مصانع الاسمنت اللي هي كتله البيوماس او الكتله الحراريه عشان ياخدوها في الحرق ويستخدموه كوقود مساعد. الشركات دي اشتغلت معانا عشان نعمل المناقصة. عملنا دراسة بسيطة، تكلفة الجمع في الوقت ده كانت كام، سعر البيع في السوق كام، وعرضنا على مجلس الوزراء ساعتها، وزير البيئة عرض على مجلس الوزراء ان الجاب ده محتاج ان انا ادعم عشان اعمل متعهدين، اللي انا وصلت له النهاردة في 2024 ان انا ادعم هذا المتعهد برقم، وهذا الرقم هو الفرق ما بين سعر البيع وبين الجمع. فكان ساعتها 120 جنيه نزلت في ميزانية وزارة البيئة وكنا بندعم فيه المتعهدين. النهاردة من أول 2020 والنهاردة وأنا قاعد مع حضرتك عندي شبكة متعهدين على مستوى الست محافظات يبلغوا من 500 ل 550 شغالين على الأرض، بل بالعكس بيدفعوا دلوقتي للفلاح عشان ينزل يجمع الأرض بتاعة سينو. وانتوا رفعتوا الدعم يعني؟ احنا رفعنا الدعم، يعني هو كسب. ايوه، بحيث انه بيغطي كمان الفلاحين. احنا رفعنا الدعم ورفعتوا فكرة الدعم. رفعنا الدعم في 2020 لان لقينا ان فعلا المتعهد بدأ يكسب خلاص. ودي اموال دولة، اموال دفعت ضرائب وموازنة الدولة، فبالتالي احنا نوفرها لبند اخر. الحاجة التانية ان احنا ساعدناهم وبنوجد لهم سوق، نوجد سوق. ان انت النهارده بتجمع 1000 طن، لا انا عايزك تجمع 2000 طن، وفي الشركه الفلانيه في المصنع الفلاني زي ايدكو اللي في البحيره هياخد منك بالسعر. ولحد النهارده دخل مصنع ايدكو ياخد 250 الف طن في السنه، جمع حوالي 150 يعني ألف طن. يعني احنا خريف 24 دي لن نشهد سحابه ان شاء الله سوداء. ان شاء الله للجهود اللي احنا فيها لن نشهد سحابة سوداء. هنطلع فاصل اتفضل. هستاذن حضرتك، في عوامل جويه خارجه عن اراده اي حد، زي ما بقول لحضرتك في سرعه ريح وفي ساعات سكون هوائي، فاحنا اللي احنا بنعمله مع المواطنين بنوعيهم ما تحرقش في الفتره الفلانيه والوقت الفلاني علشان كذا، لو سمحت وقف الحرق تماما. عندنا احكام السنه اللي فاتت وصلت ل 100,000 جنيه للناس المخالفه وفقا للقانون. كنت لسه هسالك عن التشريع. يعني في قرارات وقوانين طبعا تمنع الحرق. تمام، تمنع الحرق. تمام، وانتوا مع ذلك بتوعوا بعدم الحرق رغم ان هو عارف ان ده هيجيب له فلوس لو ما حرقش؟ للاسف مازال حتى الان. للاسف مازال حتى الان. يعني احنا كنا في المنصوره الاسبوع اللي فات وكان معايا مساعد الوزيره الدكتوره شيرين فكري، لقينا واحد حارق 3 فدادين، فواحنا ما عدينا على صاحب الموقع، يا حاج انت ازاي الناس بتحرق وانت بتقول انك بتشتري منهم؟ قال انا بدفع 1500. فبقول له طب قول لي فهمني، عايز افهم ده بيحرق ليه؟ قال لي الموضوع بسيط جدا، ده فلاح مهمل وهو زارع الرز قبل ما يستوي لم ينقيه من الحشائش اللي بتطلع فيه، فبالتالي اصبح عنده جزء من المخلفات اللي لازم يتخلص منها. فهو متخيل انه لما هيحرق القش هيتخلص من بذور المخلفات او الحشائش او بيسموها الغريبه اللي كانت موجوده، وده غلط مش هيتخلص منها. لكن هو لو هو حرق بالظبط 4,500، يعني هذا الرجل اللي حرق 3 فدادين في 1500 حرق 4,500، كان اشترى بيهم صحيح اللي هي المقاومه الحشائش وكان حطهم السنه الجايه في الزراعه كان احسن. صحيح. هنطلع فاصل ونرجع بقى نفتح ملف المخلفات المنزليه، لانه يعني احنا عارفين انه تقريبا على فاتوره الكهرباء من 15 ل 40 جنيه بحسب المناطق وخلافه بتخصم من كل عداد كهرباء، وده مساله تمام يعني، بس ما زالت بعض الاحياء موجوده يعني زباله في الشارع. هل الزبالين بيطلعوا ياخدوا من الشقق ولا بياخدوا من الشارع، ولا ايه المنظومه دي ماشيه ازاي؟ في شركات اجنبيه ولا ما فيش شركات اجنبيه؟ يعني هنسال دكتور عصام بعد الفقره دي. يعني اعاده التدوير ده ينفع علف وبيعملوه فرش في المزارع كمان. طيب نخش على المخلفات المنزليه دي، انتوا وصلتوا فيه. انا عارف طبعا انه تقريبا ما فيش شركات اجنبيه زي زمان، يعني كله شركات مصريه. تمام. ايه اللي بيحصل في جمع المخلفات؟ وزاره البيئه والعرض على مجلس الوزراء لانشاء قانون لتنظيم واداره المخلفات، ما يسمى قانون 202 لسنه 2020. تمام. تم عرض مشروع القانون
على مجلس الوزراء، أحاله المجلس النواب وتم الموافقة عليه وصدر في 2020، ثم اللائحة طلعت في 22. اللائحة دي بتقول بقسمت المواطنين لمجموعة من الشرائح، منزلي شرائح، لو أنا ساكن في شقة في مصر قديمة، أو ساكن شقة في قرية، أو ساكن شقة في التجمع أو في الزمالك. طبعا المواطن هنا غير هنا، نوع المخلف نفسه اللي طالع من هنا غير المكان الآخر. فتم يعني وزارة التنمية المحلية والبيئة وكافة الوزارات المعنية بالإضافة لمجلس النواب، تم وضع في اللائحة التنفيذية، تم وضع تسعيرة للجمع المنزلي. هذه التسعيرة وضعت أسعار، وهذه الأسعار أقرت في اللائحة اللي صدرت 22، ثم تم تطبيقها في إبريل 24. تحصل من تحصل الكهرباء، مع الكهرباء، مع فاتورة الكهرباء. يعني أنا الشهر ده الفاتورة بتاعتي طالعة، أنا ساكن في المكان الفلاني بدفع رقم كذا على الفاتورة، وحتى العداد الذكي يخصم منه، يخصم مباشرة من. تمام. الحاجة التانية قبل ما نخلص ده، كان في أهم حاجة، أهم حاجة الجمع إزاي بالزبط. وده زمايلنا في جهاز المخلفات وسيادة الوزيرة مع وزير التنمية المحلية الأسبق، تم وضع كافة التصورات والسيناريوهات والبدائل. يعني لو أنا في حي زي هنا، حي عابدين مثلا، واخد بال حضرتك، أسلوب الجمع ليه كراسة شروط معينة، تم وضع استاندر مع كل فت الاستشاريين اللي بيشتغلوا في هذا، في كراسات شروط لقرية، لمركز، لعدة قرى، لحي في مكان، وهذه الكراسات موجودة بنسميها مربعات سكنية، بحيث انه كل حي لطبيعة، يبقى كل حي او كل مربع. يعني مثلا لو جينا في القاهرة فيها 40 حي، لا يمكن شركة تاخد 40 حي، ممكن شركة تاخد نص حي، تاخد مجموعة من الشوارع، فتسميها مربعات سكنية. تمام. ان الشركة اللي هتجمع من المنزل هي مسؤولة عن نظافة الشوارع في هذه المنزل. ووزارة التنمية المحلية والمحافظات بدأت أوريدي في التعاقد مع الشركات، سواء شركات أو سواء جمعيات أهلية اللي هي تنميات المجتمع المحلي اللي في القرى، اللي هي بتجمع من القرية بحكم وجودها في القرية، وبحكم أن المهام بتاعتها اللي أنشئت من أجلها هي مجال البيئة، ومجال البيئة الجمع المنزلي، ودي بتساعد المحافظات الصغيرة، لأن المحافظات مش هتدخل قرى. يعني حضرتك عايز تقول إن في بعض الأحياء السكنية من الممكن إنه الشركة تشوف إن دي ياخدوا من الشارع في باسكت كبير، أو إنه حي تاني يطلعوا للشقق وياخدوا منهم الزبالة من قدام بيوتهم. على حسب دي المرونة. على حسب رؤية المحافظة وعلى المحافظة. يعني أنا قلت في الصعيد إن أنا الشركة هتطلع تاخد من البيوت، ما أعتقدش، لكن في القاهرة يجوز إن يطلع ياخد المخلفات. لكن كل كراسة بتتحط وبتحصل المبالغ، واصبح في التمويل. كانت مشكلتنا قبل ابريل 24 ان ما كانش في موارد، وكان في تغطيه بتعليمات من رئيس الوزراء لوزير الماليه انه يغطي الجاب ده عشان المخلفات تتشال. خلاص دلوقتي بقى في موارد، فما فيش مشكله خلاص. لكن المشكله في اجراءات الطرح، لان اجراءات الطرح صعبه. ايه اجراءات الطرح؟ يعني انا النهارده هعمل مزاد على اني متعهد هيدخل الحي ده. تمام. الشركات اللي موجوده ما فيش سابقه خبره. فانت عندك محتاج شركات خبرة، محتاج تعمل ازاي تعمل رقابة على الشركات اللي شغالة. فانت فهم بادين، يعني عاملين زي خطة، ممكن في خلال سنة يخلصوا، خلال سنة ونص، لكن المشكلة دي خلاص انتهى، لان بقى فيه تمويل. الكلام ده بين مين ومين بقى؟ بين الحي، وزارة التنمية المحلية، والمحافظات والاحياء. فاصبح فيه مورد ان انا اشتغل، لان هو المبدأ اللي بيقول لك الملوث يدفع التم. انا بجيب المخلفات في البيت، انا مش هرميها في الشارع، لازم حد يشيلها. مين هيشيلها؟ هيدفع فلوس. لكن أي مكان طلع خدها من قدام الشقة، مش طلع خدها من قدام العمارة، المهم الشارع يبقى نظيف. المهم الشارع يبقى نظيف، ودي الحاجة اللي اتحطت في الكراسة دي ثابتة على كل الشروط، على كل الشروط. فكل محافظة وطبيعتها، وكل محافظة وطبيعة التخلص النهائي، لأن اللي هيجمع منزلي هيستفاد. هي ميزة الجمع المنزلي غير الجمع من الشارع. الجمع من الشارع في عندنا باشين هياخدوا خيرات المخلفات اللي هي موجوده، سواء كمان الباسكتس الكبيره دي طبعا بتتسرق، هتتسرق وهتطلع ريحه، محتاجه تتنظف. لكن لما هياخدها من البيت، هو هياخد المخلفات كامله، ايا فيها بقى المخلفات. طيب. اللي هي ذات قيمه جوه. اخيرا بقى، عوادم السيارات، يعني انتوا مش كنتوا حاطين شرط للسيارات دي والمرور المفروض انه بالتنسيق معاكم
انه يبقى بيطبق هذا الشرط؟ احنا بنطبقه وجبنا من فتره اجهزه عوادم للمرور وموجوده في المرور، واحنا عندنا الحملات، انا عندي في القاهره الكبرى 7 حملات يوميا تبع وزاره البيئه، مركز عوادم السيارات في شبرا في القاهره الكبرى، بيطلع مع التنظيم مع المرور ومع شرطه البيئه. يحصل ايه بقى؟ ايه العقوبه اللي بتحصل؟ العقوبه ان الميكروباص مدخن اكتر من السحابه السوداء، يحصل فيه هو للاسف الميكروباص او اي حد مخالف في العوادم، هي عقوبتين، عقوبه مع وزاره البيئه لانه بيعمل اعاده فحص تاني بعد ما يظبط، لو فحص وجالي خلاص هي العقوبه واحده 200 جنيه تصالح وفقا لقانون البيئه، لكن لو ما جاليش بضطر ان انا ابعت العربيه المخالفه للمرور ممكن توقف ترخيص. محتاجه تتهز شويه العقوبه دي؟ لا هي مش محتاجه، هي مزاتها حاجه مهمه جدا ان انا بوفر دعم للبلد، يعني حضرتك لا ده محتاجه تزيد، ما هي محتاجه تزيد بس طب محتاجه تزيد تزيد انا فكرت تزيد لا بالعكس لا تزيد لا المسؤول ان هو يعني بيلوث البيئه بهذا الشكل، لا طبعا ده تتسحب فيها رخص كمان. وهي الدراسه اللي احنا عملناها العوادم السيارات على مستوى الجمهوريه 3 على مستوى السنه 23%، في فتره الازمه اللي احنا فيها دي 32%. شرفتنا دكتور عصام عامر رئيس قطاع الفروع بجهاز شؤون البيئه، واشكركم على المجهودات اللي بتقوموا بيها، يعني اتوقع يا جماعه التعاون شويه مع البيئه، لانه في النهايه خالص ده يعني على صحتنا احنا، حتى الفلاح اللي بيحرق قش الرز، حتى اللي بيترك زبالته بشكل في النهايه بتطلع عليه وعلى اولاده وعلى اسرته، فالمساله محتاجه تعاون ومحتاجه سلوك، لانه ده مهم جدا. ممكن تبقى في مخالفات، ممكن يبقى في عقوبات، لكن يعني الصحة هي الأغلى والنقاء هو الأفضل والبيئة هي الأنظف، يعني ده اللي بنحلم بيه. احفظ يا رب.